السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الأولى، أتمنى لكم عام دراسي موفق إن شاء الله، ورحلة دراسية جامعية مكللة بكل خير إن شاء الله. راح نتكلم بهذه المحاضرات أو ضمن هذه السلسلة ضمن مادة الجيولوجي، الجيولوجيا الهندسية Engineering Geology. إن شاء الله راح نتناول نسويها على شكل سلسلة لليوتيوب تدعمكم، بالإضافة إلى المحاضرات اللي راح نتناولها داخل القاعة الدراسية. فالمحاضرة الأولى راح تكون هي عبارة عن محاضرة تعريفية عن مادة الجيولوجي. انتوا اغلبكم جايين من المرحلة احنا نسميها الهاي ايدوكيشن بالنسبة للثانوية، فتقريبا بعيدين او يعني دراسة علوم الارض او جيولوجيا الخاصة بعلم الارض تفاوتها نوعا ما متعمقين بيه، فان شاء الله راح نتطرق له، لان يعتبر هذا العلم علم جدا مهم. راح تشوفون ان شاء الله تطوراته بالمرحله الثالثه تاخذونها بماده السويل ميكانيكا، والمرحله الرابعه ضمن الفاونديشن. واتوقع كل التخصصات اللي لها علاقه كونتاكت مع الارض يدرسون علم الجيولوجي. فهسه شنو يقصدون بعلم الجيولوجي؟ علم الجيولوجي او الهندسه الجيولوجيه يقصدون بها هي العلم اللي يختص بدراسه علوم الارض. فان شاء الله هاي المحاضره تعتبر محاضره رقم واحد، راح نتناول بها الاشياء مجرد برنسبل، محاضره كلش بسيطه. نرجع ونقول تعريفيه عن الماده، فنجي هنا نتقبل الكونسبت اوف جيولوجي. شنو يقصد بالكونسبت؟ شنو يعني معنى مفهوم الجيولوجي؟ يقصد بمفهوم الجيولوجي هي دراسه، بالمناسبه المحاضرات باللغه الانجليزيه، انت تريد تكتب باللغه الانجليزيه بالاجابه اتس اوكي okay. تريد تكتب تفهم وتكتب باللغة العربية اتس اوكي نو بروبلم. المهم انه انت تفهم المغزى الكامل من يعني من المادة وتفهم محتواها. لكن اكيد باعتبارك انت كمهندس وحتتخرج يعني جراجويت از انجينير، فالمفروض انه تكون اللغة الانجليزية الاكسنت اللي انت حتتناول بيه وتتكلم بيه هو اللغة الانجليزية هي الافضل. لكن انا هنا يعني اللي يشوف نفسه متمكن باللغة الانجليزية اكيد يكون افضل، لكن اللي يريد يكتب باللغه العربيه نو بروبلم. المهم انه يوصل المحتوى المطلوب بافضل طريقه ممكنه. فهسه نفهم مفهوم الجيولوجي. يقصد بالجيولوجي هو دراسه معماريه الارض، الار تكتر الخاص اوف ايرث، تمام عيني؟ حتى شلون، ليش انا ادرس معماريه الارض؟ حتى اشوف هاي الارض بصوره عامه شلون تحركت، الايرث موفمنت شلون صار بيها. لانه مثلا هسه احنا نجي على مناطق العراق، نشوف اكو مناطق تكون صخريه، اكو مناطق تكون جبال، اكو مناطق سهل رسوبي، اكو مناطق هضبة غربيه. هاي التكوينات الجيولوجيه الخاصه بهذه المنطقه شلون تكونت؟ هل يا ترى هي من نشاه الارض ام صارت عده عوامل تعريه نتيجه اجهادات ميكانيكيه، نتيجه براكين، نتيجه تحولات، نتيجه يعني عده عوامل أدت بمرور الوقت والزمن، أيضا عنصر الزمن والتعجيل والأكسلريشن أحد العوامل اللي ساعدت على تحويل هذه الأرض. فإن شاء الله راح نتناول هذه الأمور، فتعرف أنت الكونسبت أوف جيولوجي هو دراسة معمارية الأرض الخاص بالموفمنت شنو صار بيها حتى تكونت هاي الجيولوجية اللي عندنا المتوفرة حاليا. كذلك لازم نعرف إحنا التكنوك، أو إحنا نسميه الجيولوجي تكنوك، يعني التكوينية أو التكنيك الجيولوجي اللي هي يقصد به يعني الجيولوجيا الهيكلية. الجيولوجيا الهيكلية أو هيكلية علم الأرض، إيش تتناول هيكلية علم الأرض؟ هسه راح نجي نتناولها. وكذلك لازم نعرف إحنا الحركة اللي متعلقة، اللي الحركة اللي صارت نتيجة تأثير اللي أثرت بصورة عامة على الصخور الصلدة أو الـ يعني الصلد روك، اللي ناتجة عن شنو؟ لما صارت حركة بالأرض movement نتجت هاي الحركة عن شنو؟ its result under effect of force، تحت تأثير حركة حدثت ضمن من؟ within the earth، اللي سببت لي نوع من أنواع الفلتس، سببت لي جوينت اللي بالارض، سببت لي التكسرات، سببت لي الكلفرج. فلازم تعرف انت هذا النوع. لذلك انا ضروري كمهندس بصوره عامه اعرف نوعيه الارض، لان انا دراستي من انشئ اليوم اني كمنشئ هيدروليكي او ستراكشر اي منشئ كان، المفروض اني اعرف هاي التربه الموجوده اللي انا راح اشتغل عليها. اليوم ردت اني اسوي اوف شير ستراكشر منشئات مائيه، تلاحظ هنا لازم اعرف انا التربه اللي موجوده هنا حتى انشا عليها هذا المنشا
بحيث يمتد ويوصل إلى هذه التربة، شنو نوعيتها؟ ليش؟ لأن تأثر لي على المنشأ. أنا التربة بحد ذاته عالم مختلف تماما، وإلى فد فيزيائية المفروض الشخص يدرسها، لأن أنا على أساس هاي التربة وقابلية تحملها، البيرنج كاباسيتي الخاص بها، أنا أحدد نوع المنشأ اللي ممكن أستخدمه أو أنشأ بها. لذلك هو هذا الغرض الرئيسي إنه أنت تدرس من عنده مادة الجيولوجيا الهندسية. فهسه راح نجي نعرف العلاقات المرتبطة بالهيكلية الجيولوجية، Relation of Structure Geology، ارتباطها مع الجيولوجيا. أول شيء Stratigraphy اللي هو شو يقصد بطبقية التربة، يعني هاي التربة هنا هل هي طبقة واحدة أم عدة طبقات، هاي يعني تفرق عندي يعني حتى إنه نعرف نوع التربة وتاريخها وكذلك قابلية تحملها. نمبر 2 اللي يتعلق بالجيولوجيا الهيكلية هو البلانتوغرافري اللي هو يقصد بعلم الحفريات، والبترولوجي اللي هو علم المناجم، وكذلك الفيزيوغرافي اللي يقصد به الفيزيوغرافي شو يقصد به؟ يقصد به انه نوع اكو نوع من طبقات التربة تكونت نتيجة وظائف الأعضاء، يعني بمرور الزمن هاي المناطق تكونت مثلا نتيجة كائنات حية، كائنات عضوية غيرها، فأيضا يعتبر أحد الريليشن الخاص بالستركتشر جيولوجي. وكذلك الجيوفيزيك اللي هو الجيوفيزيائية الخاصة بالتربة، والجيوكيمستري اللي هي يقصد بيها كيميائية التربة، لأن نعرف إحنا بصورة عامة إنه نوع عدد كثير من يعني من المعادن وتتواجد داخل التربة، يعني أغلب المعادن أغلب يعني أغلبكم درستوا مادة الكيمياء وأخذتوا يعني عناصر الجدول الدوري، كان 72 عنصر. أغلب العناصر اللي كنتوا تدرسوهن وين كانن من تنطون عدد ذري وعدد كتلي وغيرها تتناولوهن، كنتوا تقولون إنه هاي العناصر موجودة وين ضمن كذا. أغلب العناصر موجودة ضمن طبقات التربة، فأنا المفروض من أدرس نوعية تربة معينة أيضا تحكمني الجيوكيمستري بيها، يعني مثلا في التربة معينة بيها نسبة الأملاح أو حامض الكبريتيك أو أملاح الكبريتيك عالية جدا، فأي نوع كونكريت ممكن أستخدمه، الديمومة مالتي الخاصة بالديوربولتي راح تكون قليلة كلش، لأن ليش راح يتآكل بسبب هاي الـ يعني طبيعة التربة الموجودة هنا. فأيضا المفروض، أو مثلا لأشياء ثانية، أنا ضربت لكم مثل بسيط جدا، أو ممكن أكون في نوع من المعادن موجود بهذه التربة، إذا مثلا صار وياه كونكشن راح يسبب لك ارتفاع بالغازات الدفيئة، وبالتالي راح يسبب لك ضغط أصعد على المنشأ. يعني المفروض إنه أني أعرف أيضا الجيوكيمستري الخاص بجيولوجية التربة، وكذلك الأوشنوغرافي اللي هو علم المحيطات وتأثيره على ايضا على الستركتشر جيولوجي او الجيولوجيا الهيكليه. فنجي هنا هسه راح ناخذ الاوبجكتيف، شنو الغرض من عندها؟ ليش انا المفروض اعرف هيكليه المنشأ؟ ليش اعرف انه انا المفروض؟ فهسه راح نتناول هنا راح ناخذ اهم العناصر الرئيسيه، المين اوبجكتيف، حتى ليش انا الغرض لازم افهم الهيكليه الجيولوجيه ستركتشر جيولوجي. اول شيء عندنا ميجر بروبلم، اكو فد اشياء رئيسيه لازم انا افهمها، شنو هي الستركتشر الخاص بهذه التربه، شلون تطور، يعني انا مثلا اجي الى منطقه السهل الرسوبي شنو العوامل اللي اثرت بحيث ادت لي الى تكوين منطقه السهل الرسوبي، تحت اي عوامل تشكلت، under what physical condition did it form، لا تحت اي عوامل، شنو العوامل الفيزيائيه اللي اثرت بيها بحيث وتحت اي شكل تشكلت. هاي مثلا هسه اني من تكونت الصخور التربه، يعني اصل الارض تقريبا صخري، من تكونت المناطق ليش مثلا مناطق السهل الرسوبي تختلف عن مناطق الهضبه الغربيه، ليش مناطق الهضبه الغربيه تختلف عن المناطق اللي بها وديان، وهكذا. فالمفروض اني اعرف كل هذه التصرفات الجيولوجيه. فهسه راح نتناول هذه الامور، راح تكون على شكل 3 نقاط رئيسيه واساسيه. نمبر 1 it is essential to determine the shape، لازم انه انا اعرف اول شيء الشيب والزايس الخاص بالمن بالروك بوديز اللي يشمل لي، هذا المن لازم انا اعرفه. طبعا اكيد انا من ادرس الشيب وادرس حجم
هذه هي الأجسام الصخرية المكونة للطبيعة المعمارية الخاصة بالتربة، ممكن هذه تمتد لبعد أميال داخل منطقة معينة من سنتيمتر إلى ميل كذا معين. فلازم أنا شو توفر عندي؟ تتوفر عندي خرائط جيولوجية، تتوفر عندي، لازم تكون عندي معرفة كاملة بهذا الحقل الجيولوجي، يعني هذه المنطقة اللي يسمونها جيولوجيك فيلد، لازم أنا تكون عندي معرفة كاملة بيه. حتى ليش أنا أجد هنا أقيم هذه المنطقة، أقول هذه المنطقة صخرية ضمن هذه الصخور، يعني ما أقدر أيضا أوحد الصخور كلها ضمن توحيد واحد أو أي نوع من أنواع التربة. نمبر 2 it is to relate، العلاقة لازم أنا أجد العلاقة الخاصة بالهيكلية والتكوينية اللي يشمل لي، يشمل لي إنه لازم أنا أعرف الحدث، يعني شلون إنه الطبيعة أو الوقت أو الحدث اللي مثلا هنا تكون عندي فد كذا مثلا وادي معين، هذا الوادي اللي يتكون عندي شنو يسمونه التكنوك ايفنت اللي هو الحدث التكنوكي اللي خاص بهذه التربة، ايش قد ويمتى صار وايش قد اخذ وقت سيكونس حتى صار تطور بالهيكلية الجيولوجية وتكون. نمبر 2 انتجريت تكامل اوف جيولوجيك هيستوري، تكامل اللي احنا نسميه التاريخ الجيولوجي لهذه المنطقة او نسميها الفترة الجيولوجية جيولوجيك بيريود. نمبر 3 لازم اني اعرف الفيزيكال، يعني شلون انه العمليات الفيزيائيه الفيزيكال بروسيس اللي خاصه بتكوين هذا الـ يعني الهيكليه الجيولوجيه المتواجده حاليا، يعني شنو العوامل الفيزيائيه اقصد بها؟ اقصد بها نمبر 1 تمبرتشر اند بريشر اكيد، ثانيا ذني من يجتمع التمبرتشر والبريشر شو سبب لي؟ ستراس ديستريبيوشن راح تتناولون ان شاء الله بماده الميكانيك الهندسي، راح اعرف شلون توزعت الاجهادات الميكانيكيه على هذه التربه بحيث تتكون لي الهيكليه الجيولوجيه. فنجي انا حتى اعرف هذا الميجر بروبلم، فلازم اعرف اني الميكانيكال البرنسبل، يعني اهم الامور الميكانيكيه الاساسيه اللي خاصه بالتكوين، لازم اعرف انه انا تتناول هي بصوره عامه، يعني تتكون بصوره عامه اللي مكوناتها الرئيسية هي الأوتومز الذرات وكذلك الغازات الليكويد الصلد والقوة المسببة حتى تكونها اللي يسمو احنا الفورس اند اكسلريشن القوة والتسارع، وهذا الشيء راح تتناولونه ايضا بمادة الميكانيك الهندسي، فراح تتعرفون على هذه الامور بشكل اكبر ان شاء الله. تكون هي هاي محاضرتنا، هذه اول محاضرة خاصة بمادة الجيولوجيا الهندسية، اي سؤال او استفسار تقدرون تسألوني عنه. ألتقيكم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله، دمتم بأمان الله وحفظه.